الرقمات هناك ديمي لورو رقم 11 رقم 12 شنيدر رقم 15 نيوتن رقم 17 ستول ومدرب الفريق وكون وهو عبد المقداس الشيخ حميد خراد اللي يقص الكره رجعها اتجاه بوحميد اللي عوض مسكين عبد الله بوحميد تقدم بالكره اتجاه بونو بونو راوغ مازال يصف الكره قدر افتشاع عزيز قد انطلقت عمليات عند بونو جديد عند لاعب بن حوشي قدر مباشرة الشمال ديال فريق الزمالك بدات الدقيقة 15 في الشوط الثاني فريق المغرب الفاسي كيسجل أول إصابة لودي وأزنة تمتلك الكرة بونو كترجع الكرة عند نور الدين ويكوري عزيز عزيز إنما عند حراد خرق منطقة العمليات وضربة جزاء ضربة جزاء لفائدة فريق المغرب الفاسي أو خطأ غير مباشر خطأ غير شحني ما حلاش الحكم سيد بحو يعني على ضربة جزاء فكان هناك خطأ تغير المباشر عزيز قديم عصابة عصابة عزيز يعني تتم الكرة غادي نشوفوا الآن